الرسم المناسي للبحر المهدي عدد كبير من السفن وقوارب الصيد. الثروة السمكية الهائلة بالجهة لم تعد بالنفع الميناء، وإنما انعكست على مردوديته. تم نوع من الاحتكارات، نوع من الاحتكارات للشعر اللي يشري فوت مع القوات، يبدأ يتشرد كما يحب، خاطر بطنه كما حكيت لك كبر، فهمني، ما عادش فيه برشا بلايك وبرشا، فهمني، يقيموا اكثرها البولبه وشوشه وتونس، فهمني، هذا هو المشكل. انا مش احتكارات، احتكار القشره اضافه الى صغر البناء يحول ضيق مساحتها دون استيعاب كميه كبر المدن السمكيه، مما ادى بالباعة الى التوجه نحو الاسواق ضد المجاوره. 11% فهمت، 11% معناها قصاصات، هما يتهربوا من هذاك، وفما حوايج اخرين زاد، فما القشاره هذوما معناها يحتكروا الاسواق، يهبط معناها الخوت، معناها يغزو بعض، معناها ينزوه باش يكون القيمه نتاعه يعطيه 10,000 وقيمته 20,000، فهمت، يتلز يقيموا البر. ميناء ذو قدره انتاجيه كبيره دعا فيها البحار الى تكثير المراقبه ومحاسبه الدخلاء على هذا القطاع. حلول لازم فما مراقبين تاع بلدية أول حاجة، لازم فما برشا إصلاحات، راهو الصيد البحري ضايق، الحلول نتاعو معناها فما برشا استفادة. أول حاجة لازم وزير تابع البحر، مش وزير تابع بر وبحر، هذه فرنسا وإيطاليا والعالم الكل، كل وزير وحده، خلطوا الأمور، خلطوا. قطاع آخر يشكو من الاحتكار، فإلى أي متى ستستمر هذه الممارسات؟